بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة مع التابعين. على فكرة جيل التابعين ده حرام والله إن هو ظلم في تاريخنا، إحنا مش عارفينه. ده الجيل المؤسس لحضارة الإسلام إلى اليوم. شوف أنا بصور الآن في وسط معالم القاهرة الإسلامية، في وسط الفخامة المعمارية ومساجد القاهرة كل ده طالع من بعد التابعين. النبي والصحابة وضعوا فكرة جهدوا من أجلها، لكن مين اللي خد الكلام ده وحوله إلى بناء وعملية تأسيس حضارة؟ هو جيل التابعين. ولذلك ما تستغربوش من الفتن اللي حصلت في عهدهم، كان لازم يحصل كده علشان نتحول من فترة مثالية المدرسة، مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، إلى معارك الحياة وطحنة الناس دي بتطلع الأفكار وبتبرز الآراء الجديدة. فلذلك يمكن البعض كان زعلان من اللي حصل مع بعض التابعين. هي الحياة كده، الحياة كده، بعد ما خدوا الدرس الكبير في مدرسة النبوة انزلوا إلى الحياة يا أمة محمد، فيها صراع وفيها خطأ، من المثالية إلى الواقعية، ونعيش مع هذا الواقع بحلو ومره، لكن في نماذج رائعة. تعالوا النهاردة، بس الأول أخباركم إيه في رمضان؟ وشدين الهمة في رمضان، العبادة أخبارها إيه؟ وأنا كل يوم بفكركم بحاجة. امبارح كنت بفكركم بالقرآن وسعيد بن مسيب، يا ترى نفذت ولا لأ؟ النهاردة هفكركم بالصدقة، الإنفاق أخباره إيه؟ بتطلع؟ تصدقت كم مرة من ساعة بداية رمضان للنهاردة؟ عمال بتطلع ولا زهقت؟ ولا طلعت أول يومين وبعدين خلاص بقى وإحنا هنفضل كل يوم نطلع؟ لا طبعًا كل يوم تطلع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادًا. جوادًا دي أعلى درجات العطاء، يعني أكتر من كريم وأكتر من معطاء، جوادا. وكان أجود ما يكون في رمضان، فهو كالريح المرسلة. أنا كل ما أسمع الحديث ده كالريح المرسلة أتخيل النبي صلى الله عليه وسلم عمال ماشي بيطلع كده ريح مرسلة، ما بيوقفش، عمال يدي. هل أنت في رمضان جواد؟ هل أنت كرسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ يلا النهاردة بعد الحلقة طلع، ربنا يفتح عليك. تعالوا نبدأ مع شخصية النهاردة. قبل برضو ما أقول شخصية النهاردة، عايز أقول لك حاجة مناسبة للسنة اللي احنا فيها دي. الدنيا متغيرة كتير وفتن كتير، والناس مش عارفة ساعات إيه الصح وإيه الغلط، ونعمل إيه ونسوي إيه، طب وفلان رأيه إيه، طب هل نمشي ورا فلان ولا نمشي ورا فلان، وآراء متعارضة في زمن الفتن، الصح إيه؟ هحط لك قاعدة، والقاعدة دي حلوة قوي 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 قوي، وتطبقها في حلقة النهاردة مع التابعي بتاع النهاردة. القاعدة بتقول إيه؟ في زمن الفتن، في زمن الصراع، في زمن مين الصح ومين الغلط، أمشي ورا مين؟ أعمل إيه؟ أنا متلخبط والناس بتلومني إن أنا عملت كده، ويقولوا لي يبقى أنت، ويخونوني طب الصح إيه؟ الصح القاعدة دي: كل يلزمه اجتهاده هو وهو يبحث عن الحق، لا يلزم الآخرين باجتهاده، ولا يلزمك اجتهاد الآخرين وأنت تبحث عن الحق والنوايا إلى الله عز وجل. خدت القاعدة دي؟ تعال نخش في هذا المسابقة. الأول ما احنا عندنا مسابقة في التابعين على عمرو خالد دوت نت، وعلى على عمرو خالد بيج على الفيسبوك. المسابقة بتقول: من هو تابعي من السبع الفقهاء الكبار في المدينة؟ أنا كذا مرة قلت لكم إن كان في أكبر سبع فقهاء، دول طلع منهم العلم كله، العلم الفقهي والشرعي، هو واحد من السبعة دول، هو حفيد عمر بن الخطاب. حفيد عمر بن الخطاب وأحد كبار فقهاء الإسلام. حد عرفه؟ أنا عارف إن محدش هيعرفه. هو سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. مين سالم ده؟ ده شخصية النهاردة، شخصية رائعة وهتتعرفوا عليها النهاردة. هو الحقيقة عاش عز الإسلام ومجد الإسلام، لأنه فترة عمر وعثمان وحفيد عمر بن الخطاب، وشاف الفتن كلها. شاف، عاش ست فتن، شاف مقتل الحسين، وشاف مقتل عثمان، وشاف مقتل علي بن أبي طالب، وشاف فتنة الحجاج، وشاف قتل عبد الله بن الزبير ابن الزبير بن العوام. هو عاش الفتن كلها وعاش العز كله، فطلع بتجربة جديدة، وهو أصلا خلطة جديدة. يعني إيه خلطة جديدة؟ خليني أبدأ القصة من أولها. في خلافة عمر بن الخطاب الفتوحات الإسلامية انتشرت في كل مكان، انتصارات انتصارات انتصارات، عهد فتوحات فتوحات فتوحات. وصل المسلمين لغاية فين؟ وصل المسلمين لغاية المدائن، عاصمة الفرس. هيفتحوا المدائن ودخل المسلمين، يزدجرد ملك الفرس اضطر يهرب، هرب وساب كل اللي وراه واختفى، وما نعرفش لغايه النهارده راح فين يزدجرد ملك الفرس.
ساب الكنوز وساب القصور وساب الخدم والحشم وساب العيلة، هرب يزدجرد، دخل المسلمين خدوا كنوز كسرى. جت الكنوز دي لعمر بن الخطاب في المدينة، أهل المدينة ما شافوش المجوهرات دي قبل كده، يعني أول مرة يشوفوا التاج بتاع كسرى، هو ده التاج، وأول مرة يشوفوا الجواهر واللولي واللؤلؤ شيء يعني كنوز كسرى وسواري كسرى وأساور كسرى، حاجة مبهرة. لكن تصدقوا مش ده اللي بهر أهل المدينة، ده في حاجة بهرتهم أكتر من المجوهرات والكنوز والتاج. إيه يعني اللي هيكون بهرهم؟ ثلاث بنات في العشرينات من عمرهم. ايه ثلاث بنات في العشرينات من عمرهم؟ جايين في وسط الأسرة اللي أسروا والعبيد مسلسلين بالقيود، بس ثلاث بنات لابسين حرير، وثلاث بنات رافعين رأسهم وحلوين قوي، شديد الجمال في العشرينات. المنظر الناس كلها سابت الكنوز وبصت على الثلاث بنات. مين الثلاث بنات دول؟ دول بنات يزدجرد ملك الفرس. ياه، اتأثروا، هربوا سابهم. فالثلاثة مقصورات، فجايين فالناس بتتفرج عليهم. مين شافهم؟ أمجاري، قاضي المسلمين في ذلك الوقت في عهد عمر بن الخطاب. مين القاضي؟ علي بن أبي طالب. جري على فين؟ على بيت مال المسلمين. هيعمل إيه؟ طلع من بيت من زكاة مال المسلمين عشان يحررهم. ليه بيعمل كده؟ من فلوس الزكاة بيفك القيود عنهم، وهو بيبص لهم وبيقول لهم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. أنتم ليكوا وضع، الرسول أمرنا أن احنا ننزل الناس منازلهم. ياه، سيدنا أبي طالب عمل كده ليه؟ ما دي أخلاق الإسلام. ما كانش حريص أن هو يذلهم، ما كانش حريص أن أنتم مش أنتم اللي بتعبدوا النار، مش أنتم المجوس، مش أبوكوا ملك الفرس اللي حاربنا، حذلكوا. مش ده الإسلام، ومش ده علي بن أبي طالب، ومش دي أخلاقنا يا مسلمين. في احنا عندنا حاجه اسمها الرحمه، وعندنا انزال الناس منازلهم. وطلع من فلوس من بيت المال، تخيل، طلع من بيت المال وحرر الثلاثه وحرر الثلاثه. لا ده مش كده، وعمل حاجه تانية، راح بيهم الثلاثه. هيروحوا فين الثلاثه دول؟ يروحوا عند مين؟ مين هياخدهم الان وهو اعتقهم؟ ام وديهم لام المؤمنين السيده عائشه، خديهم خليهم عنك. فحنت عليهم حنو شديد وطبطبت عليهم ولم تكلمهم كلمة في الإسلام. أسبوع قاعدين عندها رحمة ورعاية وإيه ده؟ إيه المسلمين؟ أولا إحنا فاهمين الإسلام غلط ولا إيه يا جماعة؟ فين لازم نذلهم؟ لازم مش ده الإسلام؟ يعني هو طلعهم وهم قاعدين عند السيدة عائشة، فين؟ في بيت السيدة عائشة، وما كلمتهمش في الإسلام بس وريتهم أخلاق الإسلام. يا سلام، خلي بالكوا، أم المؤمنين، أم المؤمنين ده منصب، ده لقب ادهولها ربنا سبحانه وتعالى. وأزواجه أمهاتهم، أم المؤمنين، وبالتالي لها دور. عشان كده علي بن أبي طالب خدهم لأم المؤمنين، هي اللي تحمي وتحضن عليهم. إيه الإسلام الحلو ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الرفق ده؟ إيه الرحمة دي؟ فين التشنج؟ وفين الغضب؟ مفيش، ما عندناش هذا الكلام. الله 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 الله. سيدة عائشة فضلت عندها أسبوع، وإذا بالمفاجأة الثلاث بنات يعلنوا إسلامهم، نشهد أن لا إله إلا، وضجت المدينة بالفرح. أسلمت بنات يزدجرد، تخيل بنات ملك الفرس دخلوا في الإسلام بالمعاملة الحلوة بالأخلاق، من غير ما حد يقعد يشرح لهم يعني تفاصيل، أسلموا من المعاملة. لكن علي بن أبي طالب قام عامل حاجة تانية. إيه؟ حاجة أعجب وأعجب. وقف جيل البنات الثلاثة وقال لهم تخيروا من فرسان المسلمين الكبار، من أكبر أولاد الصحابة، من يتزوجكن. إيه ده؟ طب وليه سيدنا علي بن أبي طالب عمل كده؟ لهدف سياسي وهدف اجتماعي وهدف نفسي. الهدف السياسي، بنات يزدجرد دول لو اتجوزهم واحد لئيم مش كويس، مش من طينة الصحابة وأبناء الصحابة الكبار، ممكن لما تخلف منه ولد يطالب بعرش ملك الفرس ويدخل المسلمين في إشكالية صراعية طويلة. سيدنا علي بن إيه الحكمة والرؤية دي؟ لا، وسبب اجتماعي. إيه السبب الاجتماعي؟ البنات دول هيعيشوا في المدينة وحلوين، ويا ترى المجتمع هيحصل إيه؟ هيتعلق بيهم؟ طب وهم هيعيشوا؟ ما هو لهم احتياجات نفسية هم كمان. في ناس ما بتاخدش بالها من بناتها، بنتك عندها 20 و22 و25 و30 سنة، وأنت ما بتفكرش احتياجات بنتي إيه؟ وكأنها مش موجودة، أهي بتاكل وبتشرب. لا، احتياجات نفسية، بنت عندها عاطفة. وفي شباب، يا سلام يا سيدنا علي، دول لازم يتجوزوا بسرعة.
ده السبب الاجتماعي، عشانهم وعشان المجتمع اللي احنا فيه. يا سلام يا سلام على عقول، على عقل علي بن ابي طالب. الحاجه الثالثه سبب نفسي. ايه السبب النفسي؟ دول بنات اصول ما يتجوزوش الا حد من كبار اولاد الصحابه، فقال لهم اختاروا من شئتم. تخيلوا بقى الثلاثه اختاروا مين مفاجاه. الاولى اختارت محمد ابن ابو بكر الصديق، وخلفت له القاسم ابن محمد ابن محمد ابن ابي بكر الصديق، وطلع من فقهاء السبعه. تخيل امه بنت يزدجرد. والتانية اتجوزت مين مفاجأة برضه؟ الحسين بن علي، وخلفت له أشهر العابدين زين العابدين. فعارفين زين العابدين؟ أمه بنت يزدجرد. والتالتة اتجوزت عبد الله بن عمر بن الخطاب، وخلفت له بطل القصة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، واحد من فقهاء المدينة السبعة. إيه ده، هم الصحابة كبار الصحابة اتجوزوا بنات الفرس واختلطت الأنساب كده بسهولة؟ تخيل الإسلام الغير معقد اللي خلى الناس تخش ببعضها بهذه البساطة، ويقبل الآخرين ومفيش عنصرية، ودول ودخلهم وقابلهم. واوعوا تفتكروا إن الموضوع كان سهل، ده الستات في المدينة كانوا متضايقين في الأول. متضايقين في الأول ليه؟ لا إحنا ما نسيبش الفرس، وكانوا رافضين، لغاية ما الثلاثة الكبار اتجوزوا الثلاث بنات دول، وخلفوا سالم ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب، وزين العابدين ابن الحسين ابن علي، والقاسم ابن محمد ابن أبي بكر. فبدأت الناس تقول لا، يبقى طالما طلع الثلاثة الشباب دول سالم والقاسم وزين العابدين ناجحين كده، يبقى مش عيب إن احنا نتجوز منهم. فاتفتحت الثقافات على بعضها، فبعد كده اتجوزوا من المصريين ومن العراقيين ومن الشوام، لأن كانوا هيرفضوا، إحنا طبقة أعلى. فعلي وعائشة وهذه الزيجات أذابت العنصرية. حلو الإسلام أوي. طيب نروح لسالم، سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. هو ليه اسمه سالم؟ اشمعنى سالم؟ أصل عبد الله بن عمر بن الخطاب عارف إن أبوه عمر بن الخطاب له صديق حميم اسمه سالم مولى أبو حذيفة، عبد بس كان عمر بيحبه. وعمر كان بيقول لو كان سالم حيا لوليته الخلافة من بعدي، كان عاقل ومتميز. فعبد الله بن عمر الخطاب حب يرضي عمر بن الخطاب، فسمى ابنه على اسم صديق عمر بن الخطاب. الله على البر. حلو قوي، حلوة جدا. حاجة تانية حلوة قوي، انتوا واخدين بالكوا ان عمر بن الخطاب ابنه عبد الله بن عمر من أفقه الصحابة، وحفيده سالم بن عبد الله بن عمر من الفقهاء السبعة الكبار في الإسلام. يا سلام لما تبقى الزوجية مؤمنة، والله أحلى نعمة. عمل إيه عمر عشان ولاده يطلعوا كده؟ كان بيدعي وكان بيعمل صالحات. نفسك ابنك وحفيدك يطلعوا عظماء؟ اعمل خير. رسالة للآباء. نفسك أحفادك، نفسك ذرية بعضها من بعض تطلع جميلة؟ اعمل خير. سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب اتولد، على فكرة ما اتولدش وعمر عايش، اتولد بعد وفاة عمر بسنتين، يعني اتولد سنة 24 هجرية في عهد سيدنا عثمان بن عفان، وعمره ما خرج من المدينة، هو عاش في المدينة ومات في المدينة. وخلي بالكوا حاجة عجيبة، عمر بن الخطاب خلف ست أولاد أحبهم إليه عبد الله بن عمر، حتى أشهرهم. أنتوا تعرفوا حد من أولاد عمر بن الخطاب غير عبد الله بن عمر؟ أشهر واحد في الستة عبد الله بن عمر وحبيبه. وعبد الله بن عمر خلف ثمان عيال احبهم اليه سالم بن عبد الله بن عمر. عايز اقول ايه؟ اشمعنى؟ اصل دايما احنا كاباء احنا مطالبين ان احنا نحب كل اولادنا ونعطف على كل ابنائنا ونعاملهم بالمساواه، وفي احاديث كتيره في كده. لكن احنا بشر، بيبقى ان الولد اللي بيلازم ابوه ويكرمه ويساعده ويهتم بيه غصب عن الأب بيحبه أكتر. يا أبناء، ما تلومش أبوك لو عاطفة زيادة تجاه ابن بيقف جنبه زيادة. ده اللي حصل بين يعقوب ويوسف عليه السلام، وده اللي حصل بين عمر وعبد الله بن عمر، وده اللي حصل بين سالم وأبوه عبد الله بن عمر بن الخطاب، لدرجة إن عبد الله بن عمر كان بيحب سالم جدا، لدرجة الناس بقت بتلومه. فكان له بيت شعر جميل جدا بيقول: يلوموني في حب سالم وألومهم، وسالم جلدة بين العنف بين العين والأنف. سالم الحتة دي بيلوموني، ده سالم حتة من هنا. وكان كل ما يشوفه يقبله عبد الله بن عمر ويقول: شيخ يقبل شيخا، يعني بيتنبأ له ده هيطلع شيخ كبير، فشيخ يقبل شيخا. سالم بن عبد الله بن عمر كان ملازم لأبوه ملازمة شديدة، عشان كده حبه.
بس من كتر ما لازمه اتعلم كل العلم بتاع ابوه، اتعلم كل حاجة لدرجة ان واحد سالم بيروي حديث، فالراجل بيقول له الحديث ده انت سمعته من عبد الله بن عمر من ابوك؟ قال ليس مرة، سمعت منه اكثر من 100 مرة، لم اتركه من 20 سنة. يا شباب لازم ابوك تاخد خبرة حياة. والله انا بزعل قوي لما الاقي شباب ابوه عنده مصنع ولا عنده خبرة في الحياة وبيدور في وسط الدنيا اللي كلها ناس بتضحك على بعض على واحد تاني من اصحابه يضحك عليه ويديله خبرة غلط. وابوك عندك هيديك الخبرة ببلاش وبحب. والله يا شباب انا عمال اطلع دروس من سالم بن عبد الله بن عمر، لكن تعالوا نقف ونطلع فاصل علشان الحته اللي جايه مهمه قوي قوي قوي. شخصيه سالم غير شخصيه ابوه، وابوه غير شخصيه جده عمر بن الخطاب، والثلاثه عكس بعض، والثلاثه بيحبوا بعض، والثلاثه هيدونا درس كبير في الحياه يلزمك اجتهادك، ولست ملزم باجتهاد الاخرين، ولا تلزم الآخرين باجتهادك وأنت تبحث عن الحق والنوايا إلى الله. تعالوا نعيش معاها مع الفكرة دي بعد الفاصل. طارق وهيونا وش اللي يدورونا؟ مسابقات وجوائز ببرنامج كبير وحلو. فرصتك وفرصتك انكم تربحون معانا سيارات شفرليه ترافرز، اربع سيارات بانتظاركم تستوعب 8 ركاب بكل راحة، بالإضافة إلى جوائز ومجوهرات قيمة مقدمة من مجوهرات معوض. فقط أرسل كلمة طارق أو هيونا على الأرقام التالية. أو اتصل على الأرقام التالية. خلكم مع طارق وهيونة. شقة تعلم طارق وهيونة ورمضان يجمعنا. زيجات متعددة وحب المال والجماعة. عايز نسبك يا عم مفيش عيشة. عايز تنمي الدهب اللي موجود كله في السوق عشان احنا نتحكم في سعر الدهب. انا ابنك النيل. سبب اكبر ازمة اقتصادية عرفتها مصر. يا ابراهيم احنا نصنا بنتحقق معاه ونص التاني في المستشفيات، وانا وحضرتك بنتخانق مع بعض. انا مش دخل بشروطهم يبقوا بيستخدموه. انتوا عايزين مين؟ احمد توفيق. مين؟ امن دولة. يا لهوي. الريان يومياً 11:30 بتوقيت السعودية على الـ NBC 1. زعيم السحامه يا بحاجة بدي يشيل الدم بين الأخوات بسببي. لك أنا أبو الدهب، لك اسمي بالشام بيرا. بيكونوا شوارد على وش حرامي سببية تمحيان. الزعيم يومياً 10:30 بتوقيت السعودية على الـ NBC 1. كيف تتعامل مع الله إذا تأخر رزقك؟ من رضي فله الرضا. من منا لا يرضى؟ لا تمنعن الذنوب أحدكم من الدعاء، فإن الله عز وجل أجاب دعاء شر الخلق إبليس. من رضي بقضاء الله فإن الله سيرضى عنه. كيف تتعامل مع الله يومياً 4 بتوقيت السعودية على الـ NBC 1. ما زلنا عايشين مع سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ذرية رائعة، عمر ابن الخطاب ابن عبد الله ابن عمر، وبطل قصتنا النهاردة سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب. الشخصيات مختلفة تماما وبيحبوا بعض قوي وعيلة واحدة. يعني عبد الله ابن عمر مختلف عن عمر ابن الخطاب كلية. عمر الخطاب شخصية تدخل في الصراع ويتخانق ويدوس
ويدخل ويصادم ويغلب وينتصر. عمر بن الخطاب الفاروق يفرق بين الحق والباطل، يعني لازم يدخل. عبد الله بن عمر عكس ابوه خالص، عبد الله بن عمر مش شخصيه صداميه، ما يصطدمش ابدا، يعني يفضل عدم الدخول في الصراع. مش معنى كده انه جبان بس ما يدخلش في صراع. يعني فاكرين ان عمر بن الخطاب يوم اسلامه ويشيل السيف عايز ويضرب اخته ويروح للنبي صلى الله عليه وسلم وبعدين يسلم، يقول له يا رسول الله ألسنا على الحق أليسوا على الباطل؟ فدي عمر بن الخطاب. نفس اليوم اللي اسلم فيه عمر بن الخطاب بقى وهو بالقوه دي قام راجع وجامع ولاده وقام قايل لهم اقسمت عليكم تسلموا الان. فمين قاعد؟ عبد الله بن عمر الخطاب. فهو مصطدامي، فقال يا ابتي انا مسلم منذ سنه، انا بقالي سنه مسلم ومخبي عليك. فقال لي ما لم تقل لي؟ كنت هتسيب ابوك يخش النار؟ قال يا ابتي ما كان لي ان اصادمك. انا شفتوا الفرق بين الشخصيتين؟ يعني عمر بن الخطاب شخصيه حرشه كده فيها صراع ويدخل ويدوس، عبد الله بن عمر مش كده. بس اوعى تفتكر ان معنى كده ان عبد الله بن عمر جبان، ده شارك في كل الغزوات، بس لما كان صغير والنبي يرجعه يبكي ويروح، غيره من الاطفال اللي النبي يقول له لا انت صغير ما تحضرش غزوه احد، يحاول ويستخبى ويروح. لا، عبد الله بن عمر مش كده. شفت الفرق بين الاثنين؟ طب انت بتحكي لنا الحكايه دي ليه؟ حلوه قوي الحريه لما نديها لاولادنا. مش لازم يطلع شكلك، هو لازم يطلع شكلك عشان تبقى راضي عنه؟ يعني شوف عبد الله بن عمر احب ولد لعمر بن الخطاب، وعمر ما عمر قال له اجمد كده وخش الصراعات زيي. لا، ما عملش كده. سالم طالع لابوه بس مختلف كمان عن ابوه، عن عبد الله بن عمر، بس لا يميل للصدام. لذلك عمر بن الخطاب لما جه يموت قام قايل انا بختار سته تختاروا منهم واحد للخلافه، ولو اختلفوا بينهم مين السته؟ علي بن ابي طالب وعثمان بن عفان وطلحه بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن سته. طب ومين اللي يحكم بينهم لو اختلفوا؟ عبد الله بن عمر بن الخطاب. ليه؟ لانه مش هيدخل في صراع مع حد فيهم، عمر عارف ابنه. لكن قتل عثمان بن عفان وجه سيدنا علي بن ابي طالب ودخل في معركه مع معاويه وحصل اقتتال، وسيدنا علي كان يرى ان هو بيدافع عن الحق قدام معاويه وسقط قتلا من الجانبين الى ان قتل سيدنا علي بن ابي طالب. هنا حيبان لسالم، سالم كان وقتها عنده 15 سنه، حيبان لسالم الان موقف رائع ايه، ويبين لك ان هو وابوه غير صداميين، ويبين لك القاعده اللي كنا بنقولها. ايه اللي حصل؟ سيدنا علي بن ابي طالب قتل، فالناس بدات تقول طيب مين يبقى الخليفه؟ فقالوا تعالوا نرجع للسته اللي عمر بن الخطاب اختارهم ونختار واحد منهم بعديه. لقوا ان السته ماتوا، علي بن ابي طالب مات، وعثمان بن عفان مات، والزبير مات، وطلحه بن عبيد الله مات، وعبد الرحمن بن عوف مات. طب مين نختاره؟ فقالوا نختار عبد الله بن عمر بن الخطاب. فقاموا رايحين لعبد الله بن عمر وسالم واقف ابنه، فراحوا لعبد الله بن عمر وقالوا له عبد الله بن عمر احنا اخترناك تبقى انت الخليفه. فعبد الله بن عمر قال واهل الشام، انتوا ناسيين ان اهل الشام مع معاويه؟ قالوا نبيعك ونأمرهم ان هم يبايعونا. قال ان رفضوا قال نقاتلهم معك حتى يبايعونك. قال لا، انا مش، قال لا والله لا اتولى الخلافه ولا حتى يوم واحد، ولا أتولاها إن شاء الله 70 سنة أمام دم واحد من المسلمين يراق. فردوا عليه حتة رد، قالوا له أأنت خير أم علي بن أبي طالب؟ يعني أنت بتقول ولا دم واحد يراق؟ طب ما علي بن أبي طالب قتل معاوية، علي كان باطل بقى ولا إيه؟ شفتوا هتيجي القاعدة هي. فعبد الله بن عمر ما عرفش يرد، سكت. فمين اللي طلع اللي عنده 15 سنة؟ مين؟ سالم. لما لقى أبوه مش عارف يرد وهم بيقولوا له ها بقى انت مش عايز تاخد البيعه وتقاتل معاويه، مين احسن انت ولا علي؟ ما علي قتله. فوقف سالم وقال كل يلزمه اجتهاده. القاعده دي مش قاعدتي، القاعده دي اول واحد قالها سالم بن عبد الله بن عمر. كل يلزمه اجتهاده وهو يبحث عن الحق والنوايا الى الله. وبعدين قام شارح علي بن ابي طالب اجتهد واجتهاده لا يلزم ابي، وابي اجتهد واجتهاده لا يعني ان علي بن ابي طالب على الخطأ، وكلاهما يبحث عن الحق ونواياهما الى الله عز وجل. فعبد الله بن عمر ابتسم وبص لابنه سالم قال كيس عاقل. جبت منين القاعده دي؟ يا جماعه انا بعرض عليكم عيشوا بالقاعده دي في زمن الفتن عشان تستريحوا، عشان ما نتقاتلش، عشان ما نتخانقش، علشان ما نشتمش بعض ولا نجرح بعض ولا نصدر احكام على بعض. علي بن ابي طالب اجتهد انه يقاتل معاويه، اجتهاده مش ملزم ليا. ده هو سالم اللي بيقول.
وأبويا اجتهاده أنه هو مش عايز يدخل في صراع، واجتهاده ما يعنيش أن علي بن أبي طالب وحش، لأن كل واحد بيدور على الحق ويلزمه اجتهاده هو أمام الله في بحثه عن الحق، والنوايا بتاعت الاثنين إلى الله هما نيتهم إيه. ياه، وعاش سالم بالقاعدة دي. وأنا بنصحكم استندوا في الفترة اللي احنا عايشين فيها في بلادنا لهذه القاعدة، تستريح من غير ما نكفر بعض. والله يا جماعة الحلقة دي مريحة نفسيا في الزمن ده، من غير ما نتهم بعض، من غير ما نصدر أحكام على بعض، من غير ما نمتلئ بالضغائن. ولذلك سالم وقع بعد كده في امتحان أصعب من الأولاني. إيه هو؟ الحسن بن علي والحسين بن علي، الاتنين سيدة شباب أهل الجنة، الاتنين أبناء فاطمة، الاتنين أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، الاتنين اتعاملوا بطريقة مختلفة. الحسن بن علي لما لقى إن معاوية بن أبي سفيان معاه القوة تنازل عن الخلافة، وقال له أنت تبقى الخليفة وأنا مش عايز الخلافة، بس تخليها شورى بعد كده في المسلمين. والحسين قال له لا، أنا هقف قدام الحق وهقاتل، وهم الاثنين ولاد النبي صلى الله عليه وسلم. فطلع سالم بن عبد الله قال الاثنين أولاد وأحفاد النبي صلى الله عليه وسلم. الحسن اجتهد واجتهاده لا يلزم أخوه الحسين، والحسين اجتهد واجتهاده لا يلزم، لا يعني أن الحسن غلطان، وكلاهما في الجنة، وكلاهما راضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله يقول الحسن وحش والحسين كويس، الاثنين صح. والسالم بن عبد الله هو اللي هدى حب الناس للحسن والحسين إلى الآن بسبب كلمة سالم دي، كل ملزم باجتهاده. تريحك ولا لا في الزمن الصعب ده؟ والله تعيش بيها. أنا ملزم باجتهادي، المهم النوايا على الله، وبتبحث عن الحق ولا عن الباطل؟ النوايا على الله. شفت بقى عبد الله بن عمر مختلف عن عمر بن الخطاب إزاي؟ وهو مختلف عن عمر بن الخطاب برضه من الصدامي، بس كمان هو مختلف عن أبوه. أبوه مين؟ عبد الله بن عمر. مختلف عنه إزاي؟ عبد الله بن عمر لما لقى الفتن اعتزل الفتن، أنا هقعد في بيتنا أعبد ربنا. وسالم مختلف عن أبوه. حلو قوي لما الأجيال تبقى مختلفة وبتحب بعضها. يا أباء مش عيب إن ابنك يبقى مختلف، والله مش لازم يطلع صورة منك ولا كربون منك، مش لازم يلعب نفس الرياضة ولا يدخل نفس الكلية ولا يشتغل في نفس المصنع، مش لازم يطلع. لو أنت دكتور ما ينفعش يطلع فنان ولا رسام ولا ليه؟ الحرية حلوة قوي في التربية وبتحبب أكتر. غريب قوي إن عمر عبد الله بن عمر ما لام ابنه، ولا سالم لام على جد عمر، ولا عمر لام على عبد الله بن عمر. نفسي تطلع الأجيال كده، حاجة حلوة قوي. وعلى فكرة دي داخلة جوه القاعدة، كل يلزمه اجتهاده. يا سلام يا سلام على المسلمين لما كانوا منفتحين وعقولهم تقبل الآراء الأخرى مش منغلقين. سالم بن عبد الله بن عمر مختلف عن أبوه. أبوه اعتزل الفتنة وقفل على نفسه، عبد الله بن عمر وهو صحابي جليل، سالم اختلف. عمل إيه؟ قال أثناء الفتنة إذا كنت أنا من الصدامي لابد أن يكون لي دور تاني. إيه الدور التاني؟ أحنو على المسلمين، أنا الأب بتاع المسلمين، أحنو عليهم. بص الكلمة اللي هو قالها على نفسه، أحنو عليهم حنو الأمهات. فبقى المسلمين في الأرض أي حد عنده مشكلة يروح لسالم، هو من الصدامي مش هيدخل في صدام مع الأمويين، لكن في نفس الوقت أي حد عنده مشكلة، الأرامل اللي عندهم مشكلة، لو والي ضايق امرأة أو حب يتجوزها غصب عنها زي فاطمة بنت الحسين، يقف جنبها سالم بن عبد الله بن عمر. الحنو على المؤمن على المسلمين، لدرجة كان ينفق ماله من أجل الحنو على الغلابة. لما يطلع من بيته، فاكرين لما كنت بقول لكم كان رسول الله جوادا واجود ما يكون في رمضان، لما يطلع من بيته الفقراء يعرفوا ان هو طالع دلوقتي يوقفوا له في الطريق، فيقوم راجع البيت تاني ويطلع بسرج. هو كان غني وكان معاه فلوس، فيطلع بسرج ويطلع بسرج ويستنوه يطلع يوزع السرج. مره جات له 20,000 درهم من تجارته، فخد العشرين في الجلسه اللي هو قاعد فيها، وزع ال20,000 درهم على الغلابه. حنو الامهات حنان غريب. بعد ما وزع جاله فقير قال له اديني، فاستلف درهم. يعني واحد كان معاه 20,000 درهم، استلف درهم بالسلف واداهوله. كان العبيد بتوعه لما يكونوا عايزين يتحرروا يبلغوا في العباده قدامه ويقفوا في المسجد، فيقول له يلا انت حر، انت اعتقتك، فالناس تقول له دول بيضحكوا عليك بيخدعوك، فيقول لهم من خدعنا بالله انخدعنا له، مش بيخدعنا بانه بيعبد ربنا، انخدعنا له. وبعدين يقوم قايل كلمه حلوه قوي، لولا علي بن ابي طالب اعتق امي
ما هو أمه كانت أسرت يزدجرد، بنت يزدجرد، لولا أنه أعتق أمي لكنت مثلهم، دعوني أرد الجنين للمسلمين. يا سلام يا سلام، أنت عندك الحنو ده؟ إحنا في زمن صعب، في زمن فتن، ممكن تحنو على الناس، تقلد، ممكن تبقى جوادا كان رسول الله جواد. شايف بينفق إزاي، شايف بيعطي إزاي، فضل كده. يعني والله يا جماعة، يا بختك لو الناس بتخبط على بابك، يا بختك لو الناس تخبط على بابك تطلب منك حاجة. لذة العطاء أحلى من لذة الأخذ. اعطوا يا جماعة، رمضان فرصة. قلد سالم بن عبد الله بن عمر، دور على الغلابة، خليهم يخبطوا على بابك. اوعى تزهق وتقول يا حسن ربنا ما يخليش حد يخبط على بابك بعد كده. افرح باللي يخبط على بابك. يا حسن ربنا يقولك مش عايزك، أنت بتتعالى على الغلابة، في غيرك أحسن، ومش هديك الرزق اللي كان بيجيلك عشان تديلهم. سالم بن عبد الله بن عمر له، هو ما كانش بيحب، هو من الصدامي زي ما بقول لكم، لكن لو اتحط في المواجهة لا يقول كلمة الحق. إيه اللي حصل؟ سليمان بن عبد الملك الخليفة راح يزور المدينة، هو ما بيدخلش في صراع بس بيقول كلمة الحق. سلم بن عبد الله، سليمان بن عبد الملك دخل المسجد النبوي فلقى واحد الناس كلها بتتلم عليه بتسأله، فقال لهم مين ده؟ قالوا له سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فراح قعد جنبه كده ويصغر الخليفة جنب الراجل العظيم حفيد عمر بن الخطاب، ويهميل عليه ويقول له ألك حاجة؟ محتاج فلوس يعني، محتاج حاجة؟ فيبص له سالم ويقول له إني أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. أنا في بيت ربنا أسأل غيره؟ هو مصطدامي بس بيخرج منها، وبيخرج منها بعزة. فقال سليمان نعم، أنا آسف. ففضل قاعد جنبه كده لغاية ما خلصت الصلاة، أم سلم السلام عليك يا أمير المؤمنين، وقام واخد بعضه ماشي، مش قاعد جنبه، قام جري ورا. مين اللي بيجري ورا مين؟ سليمان بن عبد الملك عايز يرضيه عشان يراضي اهل المدينه بعد اللي عملوه الامويين، فيجري وراه يقابله على الباب يقول له ها قد خرجنا من المسجد، ألك حاجه؟ فيرد عليه ويقول له حاجه من حوائج الدنيا ام حاجه من حوائج الاخره؟ فقال له انا لا املك الاخره لاعطيك من حوائجها، ولكن حاجه من حوائج الدنيا. فيرد عليه سالم ويقول له انا استحي أن أسأل الدنيا من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ إذا كان أنا بستحي أطلب من ربنا وهو يملك الدنيا، هطلب من اللي ما يملكش؟ فسكت سليمان وقال له زادكم الله عزا آل عمر بن الخطاب، ما أشبهك بجدك، مع أنه مختلف عن جده، لكن سعة الجد عمر، سعة واخد من الجينات. فضلت كده لغاية ما الحجاج، موقف بقى، الحجاج وصل للمدينة. ووصل للمدينة إزاي؟ راح قتل عبد الله بن الزبير بن العوام أحد العشرة المبشرين بالجنة، الصحابي الجليل، وضرب الكعبة بالمنجنيق، وقام قابض على أصحاب عبد الله بن الزبير وسلسلهم، وعايز الحجاج ياخد ختم كده من سالم بن عبد الله بن عمر علشان يبرر يحسن صورته. فقام جايبهم وجايب السيف وقال ائتوني بسالم بن عبد الله بن عمر ليقتلهم. يا نهار أبيض، هيخلي سالم يقتل أصحاب عبد الله بن الزبير؟ إذن علشان لو سالم عملها يبقى خد، والحجاج فاكر إن سالم عشان الصدامي يبقى ضعيف، فبعت له في بيته تعال لتقتل هؤلاء وإلا قتلناك. لو عبد الله بن عمر كان رفض من الصدامي، لكن هو بيحن حنو الأمهات، فقال نعم آتي. فالناس قالت هيعملها، فجه ومسك السيف والناس مسلسلة وأهل المدينة متجمعين، والحجاج الشديد موجود، وخد سالم السيف وجي عندهم وحط السيف في رقابهم وقال لهم أمسلمون أنتم؟ قالوا نعم. قال هل صليتم الفجر في جماعة؟ قالوا نعم صلينا مع عبد الله بن الزبير أمس. قال وأول أمس؟ قالوا صلينا في جماعة. قال والأسبوع الماضي؟ قالوا صلينا الفجر في جماعة. فسحب السيف وقام راجع قدام الحجاج وقال له حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، أتردني أن أقتل رجال في ذمة الله؟ وقام رمي له السيف وشه. الحجاج قال له إنما نقتلهم لأنهم أحدثوا فتنة وليس لصلاة الفجر. فقال له من صلى الفجر في جماعة كل هذه الأيام ليس شريكا في فتنة، اقتلهم أنت، أنا لا أقتل رجل في ذمة الله. فالحجاج لقى الموقف فقال فكوهم،
فقال سالم بن عبد الله بن عمر لرجل بجواره: والله فعلت ذلك لأفكهم، والله ما فعلت ذلك إلا من حنوي عليهم. الله، وصلنا للآخر. شفت الشخصية؟ هو مش صدامي، لكن اختار لنفسه أنا أحنو على المسلمين. والله المسلمين محتاج حد يحنو عليهم الآن يا جماعة. والأحلى والأحلى إنه ساعة الجد لو دخل في مواجهة يطلع شخصية عمر: لا أنا من صدامي، لكن ما أقدرش ما أقولش الحق، أقتل أو أقول الزور. إيه رأيكم؟ شفت التصرف؟ ومختلف عن أبوه، أبوه اعتزل، كل يلزمه اجتهاده. لا تلزم، لست ملزم باختيار الآخرين، ولا اجتهادهم يلزمك، ولا هتقلد فلان، ولا هيقولوا عليك كذا، ولا إلا لو ما بقتش كذا تبقى كذا. والنوايا على الله عز وجل. حلو قوي، حلو قوي. جاء زمان عمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز حفيد ايضا عمر الخطاب، فسالم يبقى خاله. الكلام ده سنه 99 هجريه، وكان سالم وقتها 75 سنه. عمر بن عبد العزيز بعت له وقال: يا خال لسالم، اكتب لي سيره عمر وكل قضاء وكل الحاجات اللي قضى بيها لاسير على خطى جدي بالتفصيل. فرد عليه سالم وقايل له: ايه، زمانك غير زمان عمر بن الخطاب، ورجالك غير رجال عمر بن الخطاب، ولكل اجتهاده. هو عايش بالفكرة دي على فكرة، استريح جدا. ولكل اجتهاده، اجتهد في البحث عن الحق وانوي الخير يعينك الله، فإن العون من الله على قدر النية. حلوة قوي الكلمة دي، أنا بحبها قوي. على قد نيتك ما تكبر الإعانة تزيد. حاجة جوه هي تكبر جوه النية، أنا عايز الخير لبلدي ودي نيتي وحنسى نفسي، يقوم الخير يزيد في البلد، وتلاقي نفسك بتعمل حاجات أحسن من لو كنت مركز على إن أنا عايز أصنع مجد شخصي. حلو قوي. على قدر على قدر النية يكون العون من الله. كلمة سالم بن عبد الله بن عمر، عاش 82 سنة وتوفى سنة 106 هجرية، ولما مات بكى الرجال وقالوا: مات من كان يحنو علينا حنو الأمهات، مات من كان يقضي حوائجنا دون أن نطلب منه. يا ترى أنا لما موت وإنت لما تموت الناس هتقول علينا إيه؟ هيبكوا علينا ولا هيقولوا عاش لنفسه وعاش لعياله ومات؟ احنوا على الناس، انفق. كان رسول الله جوادا. عيش بالقاعدة دي، دي الدروس بتاعت النهاردة. ربي ولادك بحرية، وإنتوا يا شباب استفيد من خبرة أبوك ولازمه يحبك قوي. جامدة قوي قصة سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. القاعدة كمان هتريحك بقية الدنيا في أزمان الفتن الصعبة. أنا هدخل معاكم على النت النهاردة نناقش القاعدة دي على عمرو خالد دوت نت وعلى عمرو خالد بيج على الفيسبوك، وفي مسابقة عن التابعين جوائزها قيمة في آخر الشهر. أشوفكم على خير، وشدوا حيلكم في رمضان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجدتنا على